لو جه سؤال قال لك ايه هي العوامل اللي بتتوقف عليها قوة القوة المغناطيسية في سلك يمر فيه تيار كهربي، هنقول ان اف تتناسب طرديا مع ال، سبق وقلنا ده في الملف اللي فات، هنقوله بس كتنويه. واف تتناسب طرديا مع بي، واف تتناسب طرديا مع اي شد تيار، واف تتناسب اذا اف بتساوي كونستانت في بي اي ال، اذا اف بتساوي بي اي ال، ولما يكون في زاوية بنكتب ساين سيتا. كفاية كده من غير ساين سيتا، ده اللي موجود في كتاب المدرسة. يمكن في المرة اللي فاتت لما شرحناه الكتاب دخلنا ساين سيتا في الموضوع كملاحظات، لكن هو ده اللي يتكتب. دي ملاحظة على تطبيق القانون، اف بي بتساوي بي اي ال ساين سيتا، لو ده بي مارر في الاتجاه ده وكان السلك بيميل بزاوية على الفيض، يبقى القانون هيتحول ل اف بتساوي بي اي ال ساين سيتا، حيث ده التيار ماشي في السلك وده طول السلك. الحاجة التانية، ايه هي العلاقات العوامل اللي توقف عليها القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك، ونشوف الرسومات البيانية في الموضوع ده شكلها ايه. والميل زي ما خد سبق وخدنا، انا عشان اختصر الموضوع فبقول ان اف بتتناسب طردي مع بي هي دي العلاقة، واف تتناسب طردي مع ال دي علاقة، هي نفس الشكل الكيرف، نفس شكل اللاين، تتناسب مع اي وساين سيتا، لكن اف تتناسب في علاقة جاذبية مع سيتا، تاخد شكل علاقة العلاقة الجاذبية واخدة كده، يعني سيتا تبدأ تزيد 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 عند 90 تبقى ماكسيموم، وتبدأ تقل 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 وهكذا، وعند 0 بتساوي 0، دي الاف والسيتا. لكن ساين سيتا طردي، كل ما ساين سيتا تزيد هي تزيد، ماشي. هنتكلم عن القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يحملان تيارين، يعني كل واحد فيهم بيحمل تيارين. كنا اتكلمنا عن الموضوع ده في أسئلة علل، وقلنا ان لو التيارين في اتجاه واحد هيحصل تجاذب، وكان السبب لان محصلة كثافة الفيض في الخارج السلكين اكبر من محصلة الفيض في بينهما، فيندفع السلكان في المنطقة الاقل كثافة للفيض، ويحصل بينهم تنافر لان محصلة كثافة الفيض بين السلكين اكبر من محصلة كثافة الفيض خارجه، يعني بين السلكين أكبر فيندفع إلى المنطقة الأقل كثافة فيحدث تنافر. طب هل ممكن بقى نحسب ده إذا كان في تيار بيمر I1 وI2 في السلك الموازي ليه؟ ده خدناه قبل كده في أسئلة تعلل، لما اتكلمنا عن مرور تيار في سلك وتحديد اتجاه المجال بقاعدة أمبير لليد اليمنى، وفسرنا هذا الكلام باتجاهات المجال. لكن المشكلة عندي دلوقتي ان انا عايز احسب القوة بين سلك، عايز احسب بقى القوة دي، عايز احسبها. عايزين نحسب بقى القوة المتبادلة بين سلكين متوازيين يمر بيهم تيار كهربي. السلك الاول، السلك التاني ده بيولد كثافة فيض مغناطيسي بي تو، هي عبارة عن ميو اي تو اتنين باي دي قانون كثافة الفيض أثناء مرور تيار في سلك مستقيم، بس على بعد نقطة تبعد المسافة بين السلكين. إذا أصبح السلك الأولاني ده معرض لكثافة فيض مغناطيسي على محوره عمودية عليه، بما إنها عمودية عليه هتكون النتيجة ايه؟ ان هي هتأثر، طبعا هو بيمر كمان في تيار كهربي، هتكون النتيجة ان السلك اللي واقع في مجال مغناطيسي ده عمودي عليه على مستوى الصفحة اللي احنا موجودين فيها دي اسمه بي تو، هطبق عليه قانون القوة المغناطيسية اللي هو اف وان بتساوي بي في اي وان، التيار اللي ماشي فيه هنا اي وان في L1 في طول السلك بتاعه، بس لازم يكون L1 بيساوي L2، أو لازم أو الطول المشترك بينهم، الطول المشترك يعني الحتة المشتركة في الطول بينهم، يبقى F1 بتساوي B2 I1 L. طب ما نعوض بقى بقيمة B2 اللي هي دي
مكان اللي هو الناتج ده مكان بي تو ونشوف الشكل هيطلع ايه. هتبقى اف وان بتساوي ميو معامل النافذية المغناطيسية للوسط في اي وان اي تو ال على 2 باي دي بعد التعويض بقيمة بي تو في كده. يبقى باختصار احنا جبنا القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك الاول نتيجة وقوعه في مجال السلك التاني، عشان الكلام بس ما يبقاش قوانين محفوظة. القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك الأول نتيجة وقوعه فين؟ في مجال السلك التاني، في المجال المغناطيسي للسلك التاني. بعد ما درسنا القوة المغناطيسية المؤثرة في سلك موضوع في مجال مغناطيسي ويمر به تيار كهربي، وعرفنا القوة المتبادلة بين سلكين، هنعرف دلوقتي السلكين دول لو عملنا ملف بالشكل ده، ملف مستطيل، وحطيناه في فيض مغناطيسي بين قطبين مغناطيس، وهنلاقي ان ادي السلك ده مر فيه تيار اهو، وعمودي الفيض من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، فهيبقى اللي هو بي، هتبقى هنطبق قاعدة فليمنج لليد اليسرى على الضلع ده، ومرة على الضلع وعلى الضلع ده، هنلاقي ان التيارين هنا اتجاه هنا، التيار داخل من هنا، اتجاهه هنا غير اتجاهه هنا، هنلاقي ان في قوة بتطبيق فليمنج لليد اليسرى، هنلاقي قوة اف ايه، قوة مؤثرة على الضلع اي بي اسمها اف اي بي، وقوة مؤثرة على الضلع دي سي اسمها اف سي دي. القوتين دول المسافة بينهم هي بي سي، فأصبح إن في أدي قوة عزم الإزدواج، يبقى عشان كده القوة والعزم المؤثران على الملف المستطيل ده، الملف المستطيل أهو هيبقى فيه عزم ازدواج عبارة عن ذراع العزم اللي هو المسافة دي في إحدى القوتين، المسافة دي اللي هي بي سي في إحدى القوتين. القوة طبعا ليها قانون إن هي بتساوي طول السلك بي في طول السلك في شدة التيار المار في السلك، يعني قانون القوة بي في شدة التيار في طول السلك. طب ما طول السلك ده ما يتضرب في العرض ده يطلع مساحة الملف، وده اللي احنا هنشوفه في الخطوات دي. اما الضلعين الموازيين، في ضلعين المجال عمودي عليهم اللي هو اي بي وضلع اسمه ودي سي، اما الضلعين اي دي والضلع بي سي هما موازيين لخطوط المجال، فبالتالي محصلة القوة عليهم هتساوي صفر، لكن دول اللي هيبقى عليهم قوة بس اللي هو اي بي و دي سي. من خصائص القوتين اف اي بي و اف سي دي انهم قوتين متساويتين في المقدار، متضادين في الاتجاه، ومتوازيتين، وقيمة كل منهما زي ما هو موضح كده، متوضح على الرسم ان هما متساويين، واحداهم في البعد العمودي بيساوي عزم الازدواج. يبقى عزم الازدواج تاو بيساوي دي، طبعا القوة بتساوي بي اي ال سي دي في احد في ذراعها، في ذراعها اللي هو ال بي سي، يبقى كده الاتنين دول بيساوي اريا المساحة، يبقى كده حيث ايه هي مساحة مقطع الملف. طبعا اصبح ان تاو بتساوي بي اي اي، طب لو كان الملف فيه عدد من الملفات هيبقى تاو بتساوي بي اي اي ان، وعشان الملف طبعا بياخد اوضاع مختلفة باثناء دورانه نتيجة دوران الملف يبقى ساين سيتا. وحدة قياس عزم الازدواج هو نيوتن دوت متر، نيوتن متر القوة في ذراعها يعني، ودي العوامل اللي بتوقف عليها عزم الازدواج تاو، بيتناسب طردي مع كثافة الفيض المغناطيسي، وبيتناسب طردي مع شد التيار ومع مساحة المقطع، وبيتناسب طردي مع عدد اللفات ومع جيب الزاوية، وبيتناسب برضك زي ما قلنا قبل كده في القوة المغناطيسية، بيتناسب مع سيتا جايبيا اللي هو المنحنى، شكل المنحنى لو رجعت للملف شفت القوة المغناطيسية، وتبقى العلاقة تاو بتساوي بيان بي اي اي ان يعني بيان ساين سيتا. ملاحظات على حل المسائل: اذا كان مستوى الملف موازي لخطوط الفيض، هنا بقى بتكلم على الملف كله مع بعضيه، يعني الضلعين اللي بيمر فيهم تيار اللي هم الفيض عمودي عليهم هم ده الوضع يعني، فبالتالي اصبح ان ساين سيتا بواحد اهو. يبقى اذا كان المستوى الملف اهو ماله
موازي لخطوط الفيض، ادي مستوى الملف موازي لخطوط الفيض، ده الملف اهو مستواه موازي لخطوط الفيض، يبقى مستوى الملف موازي لخطوط الفيض، او فبالتالي بيبقى خطوط الفيض دي عمودية على الأضلاع الطويلة بتاعته. طب إذا كان مستوى الملف عمودي على خطوط الفيض، أدي مستوى الملف عمودي على خطوط الفيض، دي رسمة تاني. يبقى طالما مستوى الملف عمودي على خطوط الفيض يبقى كده التاو بتساوي صفر. الوضعين التانيين، إذا كان العمودي على مستوى الملف يصنع زاوية سيتا مع خطوط الفيض، العمودي يصنع زاوية، ده خطوط الفيض أهو العمودي عليه يصنع زاوية سيتا، يبقى ساعتها بنكتب ساين سيتا. أما إذا كان الملف يصنع زاوية سيتا مع خطوط الفيض، الملف نفسه بيصنع سيتا مع خطوط الفيض، يبقى ساعتها تبقى بنكتب تاو بتساوي كوزاين سيتا. الحاجات دي مهمة جدا في المسائل، يعني ادينا قلناها وطلعناها عشان لما نيجي نتكلم في المسائل، في المسائل هيبقى عندي يعني فرصة ان انا اثبت لكم ليه، لكن احنا دلوقتي هناخدها على السريع كده عارفينها كده، لكن هي رياضيا العملية سهلة جدا لو انت حاولت تثبتها مع نفسك. عايز اقول ملحوظة هنا، هو ايه هو العمود على مستوى الملف؟ العمود على مستوى الملف دايما هو اتجاه حركة الملف، اتجاه حركة الملف، دي نقطة مهمة جدا. الملف ده المفروض انه بيدور حوالين محور، فاتجاه حركته هو ده العمودي على مستوى الملف، وعشان كده حكاية العمودي على مستوى الملف دي مهمة جدا جدا، عشان كده هو هيختلق مقدار ويبقى المقدار ده دايما عمودي على مستوى الملف ومرتبط بشكل التيار في الملف. دي كده معلومة يعني متقدمة سنة، بس عشان تريح الناس في الحاجة اللي هنقولها بعد كده.